بس هي اشمعنى روبوت البنت دي عامله كده؟ مالها؟ مش عارفه، شكلها غريب شويه. ما هي حلوه اهي، يمكن بس عشان دي النسخه القديمه كنت عاملها انا وعارفه في الحرفيين كده على ايدينا، انما ده انا جايب البادي بتاعه من اليابان. يعني دي النسخه القديمه؟ يعني انت خلاص مش هتستخدمها تاني صح؟ لا يعني ممكن استخدمها على خفيف كده، اجرب فيها حاجات، اخد منها قطع غيار. طب يوسف، هو انا ممكن اطلب منك طلب اخير اخير؟ لا طبعا مش ممكن، انت لسه متفقه معايا من 5 دقايق ان ده كان اخر طلب. انا بس كنت عايزاها تساعدني في شغل البيت، والله اول ما تعوزها هديها لك على طول. ساره بلاش شغل الشحاته ده، النسخه دي اصلا نسخه اوليه ومش بتاعتي، دي ملك الشركه كمان. ماشي يا حبيبي، ما انا هحافظ عليها والله. مش هي بتعرف تعمل كل حاجه زي لذيذ؟ بتعرف. طب ما تسيبها لي بقى، هو انا ما استاهلش يعني ان انت تسيبها لي؟ خلاص يا ساره مش عايز دراما. مش انا ساره حبيبه قلبك؟ خلاص هتسيبها لي؟ خلاص خديها. طب ممكن اطلب منك طلب اخير اخير اخير؟ ده على اساس ان انا لو قلت لك يعني لا مش هتطلبي؟ ما انت كده كده هتطلبي. انا كنت يعني بس عايزه اغير في شكلها شويه حاجات كده بس عشان الناس ما تتخضش منها. مال شكلها؟ ما هي حلوه اهي، شويه تاتشات بسيطه كده يعني، احنا بنات زي بعض. بص انا هوريك. بقول لك ايه، اسمعي يا طينه، انتي انا عارف ان انتي فهماني وسامعاني كويس، لو عملتي لي اي فضايح مع ساره والله العظيم لافكك وابيعك خرده. حاضر، اما نشوف. بصي يا يوسف الباروكه دي. ها ايه رايك؟ هي كده حلوت يعني؟ طبعا احلى كتير من الاول، ولسه بقى طبعا هظبطها واعمل لها لبس. ماشي. ازيك؟ ايه ده، هي مالها؟ مالها؟ مش بترد عليا ليه؟ يمكن بس عشان صوتك واطي ولا حاجه يا ساره. ازيك؟ كويسه اهو. اهلا بيكو 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 بيكو. اهلا بيكو. هو انت هتعلي صوتك وتخرم لنا واننا ياما توشوشينا؟ اسمك ايه يا شاطره؟ طب بتعرفي تعملي ايه؟ ماليش اسم. ايه ده، هي عندها دي ليه؟ لا. طب بتعرفي تقيسي الضغط زي لذيذ؟ وبعدين بقى يوسف الملل ده، ما انت يا ساره اللي شغاله تك 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 اسئله في البنت من ساعه ما دخلتي، ما هي طبعا هتهنج، مش هتعرف تعمل لك ايه. تك تك ايه دي، طلعت زومبا. زومبا، انا زومبا، انا زومبا، اسمي زومبا. يا سلام يا اختي، وفرحانه قوي. يوسف ممكن اطلب اخر 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 طلب؟ ساره انا بقالي 24 ساعه صاحي، لو سمحتي سيبينا ننام. والله يا يوسف ده اخر طلب ومش هطلب حاجه تاني والله. خلاص. ها ينفع نبدل؟ تصبحي على خير يا ساره. مش ولا الطلب بيوافق لي عليه. اشترك دلوقتي واتفرج على كل اللي نفسك فيه. واتش ات، ما تخليش حاجه تفوتك.